أكد أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي أن من ضمن نتائج الاجتماع تكليف لجنة وزارية تضم وزراء خارجية المملكة والإمارات والبحرين ومصر لبحث سبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. القرار يحتوي على آلية محددة وسقف زمني. الفقرة 13 تكليف الأمين العام بالتواصل مع وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة ووزير خارجية مملكة البحرين ووزير خارجية المملكة العربية السعودية ووزير خارجية جمهورية مصر العربية لمتابعة تطورات الأزمة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية ورفع نتائج ذلك إلى مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته القادمة يعني بعد شهرين. لكن ربما يحصل اجتماعات قبل ذلك لما يعني اعتقد الامر يقتضي ان خلال اسبوعين او شيء من هذا القبيل يحدث مثل هذا الاجتماع وخاصه ان في اجتماع هيبقى في الامارات يوم 25 للوزراء ربما يعني في هذا الاجتماع يبحث هذا الموضوع بعمق وموضوع العلاقات مع دول الجوار بصفه عامه ويعد تقرير في هذا الموضوع يرفع المجلس الوزاري وحتى مجلس الوزاري طارئ اذا احتاج الامر.